بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سأعرض فيه 7 تمارين في درس لي غاسين كاري في لي ديفينيسيون او لي بروبريتي. alors بالنسبة لهذه التمارين أضعهم بين أيديكم لكي تتمرنون وتستوعبون مفهوم غاسين كاري ولا ديفينيسيون غاسين كاري دو ا او كاري ايتيغال ا سي ا بوزيتيف. الوغ حاولوا تجاوبوا على هاد لي زيكزيرسيس وشوفوا الامثله كيفاش كيجاوبوا على المثال الاول، ثم قوموا بالإجابة على هذه التمارين ب7، وستجدون في شريط آخر الجواب والتصحيح لهذه التمارين، ودمتم متألقين في دراستكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلون بكل جديد وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.